لما بنيجي نعمل ريسبشن بقى، احنا بنعمل ريسبشن بكويل بيشوف لنا الحاجه الموجوده في اتجاه الاكس واي، يعني الحاجه اللي موجوده في الاكس واي بلين، اي تغيير في الماجنتايزيشن في الاكس واي بلين نتيجه طبعا البريسيشن اللي بيحصل دوت. فيعني اي حاجه موجوده في الاكس واي بلين بتعمل بريسيشن، انا بقدر اعمل لها بيكينج اب. اوكي، فالاستقبال بتاعي لو انا حطيت الكوي بتاعي في اتجاه الاكس كده او في اتجاه الواي كده، بشوف ساينسويدال سيجنال بنفس الفريكوانسي بتاعت البريسيشن بالظبط. فلو انا بصيت كده على السيجنال بتاعتي اللي بيحصل فيها ايه، لو انا بيحصل لي تي دو ريلاكسيشن، التي دو ريلاكسيشن ده عباره عن الانفلوب بتاع السيجنال بتاعتي، الانفلوب بتاع الساينسويدال سيجنال بتاعتي ده هيبقى عباره عن التي دو ريلاكسيشن. اوكي، فمعنى كده ان انا لو بصيت للتيب بتاعت التيب بتاعت الماجنتايزيشن موجود في الاكس واي بلين دوت ورسمته مع الوقت، بيطلع لي حاجه زي سبايرال كده يوصل لغايه في اخر الزيرو. اوكي، الزيرو ده بيحصل عند وقت طويل جدا، بيحصل عند 3 تي 2 مثلا. اوكي، ففي الاول خالص بيبقى السيجنال بتاعتي كبيره ويبقى ايه، بتبتدي تقل بشكل ايه، بشكل اكسبوننشال بالشكل ده كده. الشكل السيجنال ده كده بنسميه فري اندكشن ديكي، ده برضو كلمه معروفه قوي في الام ار اي ودي لازم كلنا نبقى عارفينها. الريسيفد سيجنال اللي هي جايه لي من مجرد بس ان انا حطيت ار اف وشلتها، بعد الار اف على طول ما بشيلها، السيجنال اللي بتجيلي بعد كده بسميها الفري اندكشن ديكي، بتبقى عباره عن الام اكس واي بتاعي او الام نوت اللي موجود عندي في الاكس واي كومبوننت بتاعته اللي موجوده في الترانسفيرس بلين، وبالديكي مع الوقت بالايه، حسب الوضع اللي عندي بقى، يا اما بتي 2 يا اما بتي 2 ستار. طبعا لو انا سايبها كده من غير اي حاجه خالص وفي عندي متوقع طبعا في الجسم يبقى في عندي ماجنتيك فيلد انهوجينيتي نتيجه لوجود حاجات زي الهيموجلوبين وحاجات زي كده، فمعنى كده اتوقع ان في المعتاد ان يبقى الاف اي دي بتاعي او فري اندكشن ديكي بتاعي يحصل له ديكي بتي 2 ستار.